ايه المقادير بقى بتاعتنا؟ هستعمل مكرونه سباجيتي مسلوقه، بصلايه كبيره، معلقتين ثوم، 5 حبات طماطم مبشورين، هستعمل زعتر وريحان ورق وده اختياري، وهستعمل زيت زيتون، زيت زيتون كتير شويه. اوكي، هاجي اعمل ايه؟ هجيب الاول مقاديري كلها. هاخدها هنا جنبي اهي علشان نعرف نشتغل. الريحان ممكن تستعمليه ورق، ممكن تستعمليه مجفف، ممكن ما تستعمليهوش خالص، يعني دي حاجه ترجع لك، بس هو بيدي طعم حلو قوي. هنيجي بقى هنحط اول حاجه زيت الزيتون. احنا زي ما قلنا زيت الزيتون هنزوده شويه علشان هي الصوص ده بيعتمد ان زيت الزيتون يبقى طعمه باين فيه. هحط زيت الزيتون وهحط عليه على طول البصل. احنا قلنا ما بنسخنش زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط البصل قبل ما يسخن. زيت الزيتون درجة احتراقه 360، ما بتح... يعني بتحرق بسرعة، فعلشان كده لو هنطبخ بزيت الزيتون لازم نحط الأكل عليه وهو لسه بارد، يا دوبك بيدفى، ما خليهوش يسخن زي الزيت العادي وحط الأكل عليه، لأ. احنا وبعد كده هنحط، بصوا الزيت كتير، هنحط التوم وبنقلبه لغاية لما البصل يصفر كويس. صوص المارينارا ده بنستعمله في حاجات كتير، يعني ممكن استعمله مع الباستا، مع اي نوع مكرونة، هو طبعا متعرف عليه اكتر مع السباجيتي، بس ممكن استعمله مع اي صوص مكرونه، ممكن استعمله مع الكفته، اسقط فيه كور كفته، ممكن استعمله مع كور الفراخ، المهم يعني ممكن استعمله للبيتزا. فانت ممكن تعملي كميه منه وتخليها عندك وتستعمليه في حاجات كتير، يعني ممكن يتحفظ في الفريزر في كياس وتبططي الكيس وتحطيه في الفريزر، بحيث لو انت عايزه تستعملي الكيس بحاله اوكي، عايزه تستعملي نص الكيس تقسميه 2 بطاطيه، ما يبقاش كيس زي الكوره كده، ده صعب ان انا اخد منه وهياخد لي مكان في الفريزر والفريزر هيبقى منكوش والدنيا مش هتبقى حلوه معاكي. دايما بططي الاكياس في اي حاجه في الفريزر بتتعمل، ببطط الكيس بتاعها وبطلع ساعه الاستعمال اروح اسمى الكيس، حتى منظر الفريزر عندك هيبقى اهدى، هتعرفي تحطي فيه حاجات اكتر، ما تبقى الدنيا عندك منعكشه قوي. خلاص بصوا اصفرت اهو، هحط عليها الطماطم المبشوره. انا دايما بحب استعمل صلصه، هنا مش هستعمل صلصه، هنا بتعتمد ان انت بتخليها تغلي تتسبك، هي طريقتها كده. هنحط الزعتر وهنحط ورق الريحان، هقطعه كده مش كتير، وهسيبه طبعا بعد ما احط الملح والفلفل، وهسيبها تغلي لغايه لما تتسبك. اوكي، دي المارينارا صوص، هي لازم كده زيت زيتون كتير وتتسبك كتير، طعمها بيعتمد على كده، والا هي ما فيهاش حاجه يعني. وادي الملح، ممكن بقى معلقه سكر صغيره تدي طعمها حلو. عايزه تسرعي برضو من عمليه التسبيك بتاعتها وما تقعدش كتير، معلقه صلصه صغيره. اوكي، هنوطي عليها النار ونغطيها ونسيبها براحتها بقى ايه تسبك. المكرونه بحط لها فلفل اسود عشان طعمها ما يكونش زفر. المكرونه، اي مكرونه بعمل لها صوص لوحده لازم يتحط لها فلفل اسود وشويه زعتر، شويه زعتر وفلفل اسود. انا عايزه اقول لكم على حاجه، كنت معزومه عند ناس من كام يوم، والمكرونه علشان تبقى مفرفطه معاها حطت كميه زيت كبيره قوي عليها، قوي لدرجه يعني واحنا بناكلها الزيت بينزل منها. احنا هنا حاطين في الميه بتاعت السلق زيت، حسيتي برضو انها مسكت معاكي حطي نقطة يعني أقل من معلقة زيت، وهتبقى هيبصوا زي الفل ومش لازقة ومش مفرفطة، بس في نفس الوقت ما يبقاش
الزيت بينزل منها لانها بتبقى صعبه قوي، يعني الناس بتحط الزيت انا عارفه علشان تبقى مفرفطه وشكلها حلو، بس لا. وادي المكرونه بتاعتي، باجي بحطها في الطبق، بس احنا الصوص لسه قدامه شويه علشان يتكثف يا ياسر، يعني احنا هنطلع فاصل والصوص على النار ولما نرجع هنقدمه، اوكي؟ لان هو لسه ما استواش، لازم يقعد براحته يغلي على النار. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، شايفين بقى الصوص المارينارا بقى شكله ازاي؟ اغمق وتقل وتحسي ان الزيت كده طلع منه، زيت الزيتون طلع على الوش، الزيت يبقى باين من فوق، شايفين ازاي؟ كده خلاص الصوص زي الفل معانا. هاجي هحطه، انا حطيت الزعتر والفلفل الاسود على المكرونه. نصيحه، المكرونه بتتغرف ساعه الاكل، يعني ما احطهاش واحط الصوص من بدري، اعمل الصوص واسيبه اسخنه ساعه التقديم واروح احط المكرونه والصوص عليها. اي مكرونه، مش بس المكرونه دي، اي مكرونه ما تتقدمش غير ما تتغرفش غير ساعه التقديم. هحطها كده، لان المكرونه من الحاجات اللي طعمها بيتغير لما تقعد، فلازم تتاكل في ثانيتها. اعملي الصوص، حتى لو مثلا مش هتقعدوا كلكم مع بعض على السفرة، اعملي الصوص واللي عايز ياكل يغرف المكرونة والصوص بتاعه عليها وخلاص، علشان تبقى حلوة. هاجي ازوقها بشوية زعتر كده اهو، وممكن كام ورقة نعناع يتحطوا عليها صغننين كده، سوري ريحان، كام ورقة ريحان يتحطوا عليها وتتقدم بالهنا والشفا. دي باستا بالمارينارا صوص، هقدمها جنب السكوتش ايج اللي هو البيض الاسكتلندي.